Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah laqad kana lakum fi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
Sarengan dari akan maulid tiga surah kalipun mugi-mugi kadewasan sholawat engkang kita dari akan sang sereng mugi-mugi kita sedang syafaat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين غرب ونعطي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة تبشير للعالمين تعز سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. والقدرة شبعا قنع هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الزهور نورا فوق كل نور وانفض حق حكمة على من أدم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة له في هذا السمات الممدود فعض بتوفيق الله سيد مريم وسيد آسيا ومن حور العين من قسم الله له من أشرف بالقسمة الوافية وعند الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفرق سحر الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعينا لله بالتعظيم والسجود محال القيام صلى الله على محمد الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول Allah.
Taubat.